السلام عليكم خاوتنا، صباح الخير، مرحبا بكم. كما راكم تشوفوا اليوم ما راناش في ولايه القلعه، يعني ما راناش في الفرع الرئيسي، الان رانا في الفرع يعني اللي راهو في ولايه البليده امام لا كلينيك ساره. كما راكم تشوفوا راح تلقاو محلنا اثاث الثقه كما راكم تلاحظوا خاوتنا، ورانا مقابلين لا بوست بوليس. نزيدو ننتظروا يلتحقوا بينا شويه خاوتنا، ومن بعد نديروا لكم جوله خفيفه على كامل واش راهو متوفر هنا في محلكم تاع البليده، هكا باش الناس اللي راهم قراب للمحل تاعنا خاوتنا يقدروا يتوجهوا لهنا ويشوفوا السلعه تاعهم قدامهم خاوتنا. مرحبا بكم، السلام عليكم، مرحبا بكم كامل خاوتنا. نعاود نذكركم باللي رانا الان بولايه البليده في ليفري زابانا خاوتنا امام لا كلينيك ساره، راح تلقاو محل اثاث الثقه، ورانا مقابلين لا بوست بوليس خاوتنا كما راكم تشوفوا، يعني مركز الشرطه راهو مقابل المحل. ولا كلينيك ساره يمنا من جهه لا دروات خاوتنا. نعاودو دوك شويه، نعاودو نخرجو برا نوري لكم اكزاكتومون وين راح تلقاو المحل تاعكم خاوتنا. صباح الخير، السلام عليكم، مرحبا بكم كامل خاوتنا، مرحبا بكم كامل. وكما راكم تشوفوا اليوم الديكور راهو ديفيرون باسكو رانا بولايه البليده. صباح الخير، صباح النور، مرحبا بك نسمه امل. كما راكم تشوفوا تلقاو كل شيء متوفر، يعني لي صالون، لي طابل صاله مونجي، لي كاردروب، لي بايو، لي شومبرا كوش اللي راهم اون بوا اتر، اون بوا روج، تروا بورت، الدو بورت خاوتنا. راح تلقاو العديد من الموديلات تاع الاثاث المنزلي، لي بورت شوسور، لي طابل كويزين اللي راهم برا، لي طابل باز، لي طابل جيغونت، اي حاجه تسحقوها راح تلقاوها كذلك في محلكم تاع البليده. اثاث الثقه دائما في القمه، بارك الله فيك الاخت. عاودوا نخرجوا برا خاوتنا نوروا لكم وين رانا. كما راكم تشوفوا الامن الحضاري، رانا مقابلين مركز الشرطه خاوتنا، ومن جهه لاكوش راح تلقاو لا كلينيك ساره. كما راكم تشوفوا لا كلينيك ساره رانا لاصقين فيها خاوتنا. عاود نذكركم بلي رانا في ريزابانا امام لا كلينيك ساره خاوتنا، راح تلقاو محلكم اثاث الثقه. راح تلقاو هذا الموديل تاع طاطا تاع زيبرا خاوتنا، حاجه ما شاء الله كما راكم تشوفوا مخدوم كامل اون بوا، لو بوا هذا اللي راهو برا كامل اون بوا اتر، مام لا طابل تاعو حاجه ما شاء الله كما راكم تشوفوا. السلام عليكم، السلام، مرحبا بكم كامل خاوتنا. تعاود نذكركم رانا في ولايه البليده خاوتنا. لي طابل جيكونت اللي راهم بالفومار في حاجه ما شاء الله، لي بيلا راهم اون بوا اتر، حاجه سوليد، حاجه الله يبارك. لو ميم موديل اللي راهو في الاوفال كما راكم تلاحظوا، يعني وحده كبيره وزوج ولادها خاوتنا. عاودنا التفاعل راهو ناقص، ماذا بيا كامل ديروا لي جيم وكامل في الكومنتير قولوا لنا واش راكم حابين تشوفوا، بالك حاجه راهي لهنا ما شفتوهاش في محلنا تاع القليعه اللي نقدروا نوروها لكم، بالك نال اعجابكم خاوتنا. لا طابل باز هذا الموديل اللي بزاف شباب كما راكم تشوفوا، حاجه مودرن بزاف، مخدومه بالاتر، قاعده زجاجيه في المارو، حاجه ما شاء الله راهي شفافه كذلك كما راكم تلاحظوا. موديل تاع طاطا تاع كيما تاع الزيبرا برك، هذا راهو يعني كابيتو ماش تاعو راهو سام، مخدوم كذلك كامل اون بواد. اما بالنسبه لي طابل باز هذه خاوتنا راهي اي دير 28 خاوتنا، هذه راهي دير 34، طابل جي كونت راهي ب 17 خاوتنا، لا طابل باز هذه اللي راهي ب 32، حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا الموتيف بزاف شباب. في كي تاعها لونكادرومون تاعها اللي راه مخدوم كامل اون بواد، كاين لي تاع اون بلاص خاوتنا كيما راكم تشوفوا، لي تاع اون بلاص هذوما كامل راهم ب 18، يعني مليون و 800 خاوتنا. اللي حاب يزيد سيمي كوفري ماليه فقط يزيد مليون، يعني بسيمي كوفري تاعو يولي لكم 2 ملايين و 200. موديلات بزاف شابه، كاين اللي راهو في الساب، يعني ماهوش فيه الكابيتوناج كيما راكم تلاحظوا، كاين اللي راهو بالكابيتوناج مارو، كاين اللي راهو ثاني بلا كابيتوناج خاوتنا، كاين كذلك في اللون الابيض، حاجه ما شاء الله. لي طابل كويزين هذا الموديل اللي راهو متوفر كذلك، اللي شفتوه في عديد من المرات في مدينه القليعه خاوتنا، لا مخدومه كامل اون بوا اتر في اللون المارو فونسي كيما راكم تشوفوه. السعر تاعها اللي راهو ب 5 ملايين و 800. لا طابل باز اللي شفتوها مليا في المارو خاوتنا راهي متواجده في اللون الابيض كذلك كما راكم تلاحظوا، لي بي تاعها اللي راهم اون بوا اتر راهم كامل في اللون الابيض، حاجه ما شاء الله كما راكم تشوفوا. الان نتفضلوا ونشوفوا الداخل، يا موفق ان شاء الله، بارك الله فيكم خاوتنا. نعاود نذكركم باللي رانا بفرعنا تاع البليده، يعني ما راناش في القليعه، بالك راح تشوفوا حاجه اللي مازال ما شفتوهاش في مدينه القليعه. نبداو على بركه الله بالصالون ماسيليا خاوتنا، لو صالون ماسيليا اللي راهو غني عن التعريف، واحد من الصالونات الفخمه اللي كاينه في محلكم اثاث الثقه. شوفوا التصميم هذا اللي راهو بومبي بلي بوطون، حاجه ما شاء الله.
التيسي تاعو لي راه بلونتي طاش خاوت نو، راح تلقاوه ميلونج يعني بين التيسي ماسيليا والتيسي كاستيلو خاوتنا اللي فيه الموتيف كيما راكم تشوفوا، حاجة ما شاء الله. لي جيتي تاعو كذلك اللي راهم بالموتيف، القاعدة اللي راهي بدي غرونت بزاف مريحة خاوتنا، وفيه سات بلاص كيما راكم تشوفوا، يعني بونكات تاع 3 بلاص، بونكات تاع 2 بلاص، ودو فوتاي تاع 1 بلاص خاوتنا. اما بالنسبة للسعر تاعو راهو 23 مليون و800. زيدو نوريكم لا طابل باس تاع هذا لو موديل تاع، عفوا لا طابل جيكون تاع هذا لو موديل تاع طابل باس خاوتنا اللي شفتو، اللي عندها موتيف بزاف شباب من الفوق مخدومه كامل اون بوا اثر. لا طابل جيكونت يعني اللي تكون بنفس التصميم تاعها كيما راكم تشوفوا فيها 3 بياس، السعر تاعها اللي راهو بمليون و800، لا طابل باز راهي ب 3 ملايين و400 عفوا خاوتنا. كاين هذا لو موديل تاع طابل سالامونجي خاوتنا، لا طابل سالامونجي هذه اللي راهي كامل بخشب الزان كيما راكم تشوفوا من فوق، ما فيهاش قاعده زجاجيه كيما تعودنا في لي طابل سالامونجي، مخدومه في اللون الابيض ليكم الكرسي تاعها خاوتنا، الشكل تاعها بزاف مميز. فيها الكروا هذه يا من اللور كيما راكم تلاحظوا كذلك خاوتنا، قاعدة تاعها راهي بدي طرونت، حاجة ما شاء الله. السعر تاعها اللي راهو ب 10 ملايين و800، فيها السيشاز كيما راكم تلاحظوا. وعندنا البايو تاعها خاوتنا، يعني لو بايو اللي راح يكون متناسق معاها، يعني حيخرج حاجة ما شاء الله في الصالون تاعكم، يعني لعشاق اللون الأبيض راهي متوفرة، طابل سالامونجي في اللون الأبيض بلا قاعدة زجاجية كيما راكم تلاحظوا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم كامل. زيدو نتفضلوا ونوري لكم لو صالون بينتو خاوتنا، لو صالون بينتو مازالو متوفر وراهو بقوه كيما راكم تشوفوا. صالون بينتو اللي راهو فيها سات بلاص يعني كيما راكم تلاحظوا، الكرسي تاعو تاع اون بلاص راهو انكليني للور كيما راكم تشوفوا، يعني القاعده تاعو راح تكون مريحه بزاف. القاعده اللي راهي كذلك بدي ترونت، لا كاركاس تاعو اللي راهي كامل اون بواروش، لي بي اللي راهم بالاتر حاجه سوليد ما شاء الله، تيسي تاعو اللي راهو بالانتيطاج، ولا فينيسيون كيما عودتكم اثاث ثقه. لي جيتي تاعو اللي راهم بزاف شباب خاوتنا، يعني فيه الروفلي كيما راكم تلاحظوا في اللون الباج، والدوري كيما راكم تشوفوا خاوتنا، حاجه ما شاء الله. اما بالنسبه للسعر تاعو راهو 16 مليون و800 خاوتنا، وفي هذا لو موتيف اللي بزاف شباب يعني في الكودوار تاعو كيما راكم تلاحظوا مخدوم اون بوا اتر كيما قلنا لكم 16 مليون و800. زيدو ننتقلوا نوري لكم طابل سالامونجي في السيشاز كيما راكم تشوفوا، حاجه الله يبارك حاجه فخمه، فيها ست كراسي، الكرسي تاعها اللي راهو ستيل اس كيما راكم تشوفوا، كابيتوناج تاعها اللي راهو في المارو فونسي، حاجه ما شاء الله، مخدوم كامل اون بوا اتر، يعني سواء الكرسي سواء لا طابل تاعكم اللي فيها قاعده زجاجيه في اللون الاسود كيما راكم تشوفوا من فوق. اما بالنسبه للسعر تاعها راهو ب 12 مليون و800. السلام عليكم، عندكم لي طابل باز؟ نعم عندنا لي طابل باز فتي كل صالون حنفوتو عليه نوري لكم لي طابل باز، عفوا ما وريت لكمش هذا الموديل فيرساتشي كيما راكم تشوفوا، يعني فيها المائدة عفوا لا طابل الكبيرة وفيها ثاني زوج ولادها كيما نفضلوا حنا نقولوا خاوتنا، يعني نفس التصميم تاع الكبيرة كيما راكم تشوفوا، لو ديزاين تاع فيرساتشي في لي زاكودوار تاع لا طابل. اما بالنسبة للسعر تاعها راهو بزوج ملايين و800. عاودوا نوري لكم لو موديل يعني اللي راهو بزاف شباب خاوتنا، راهو حاجة طوندونس كيما راكم تشوفوا فيها لو ديزاين هذا بزاف شباب، كذلك راهي فيها وحدة كبيرة وزوج ولادها خاوتنا، اللي السعر تاعها راهو 34 مع لاطاب الباص تاعها اللي راهي عفوا خاوتنا، لاطاب الباص اللي راهي بنفس التصميم تاعها كامل مخدومة اون بوا اتر، راهي بسعر مليون و800. ازيدو ننتقلوا ونشوفوا الصالون فخم بزاف، صالون اللي يعني اللي دائما يبقى في لا طوندونس خاوتنا، لو صالون بيلوت، هذا لو صالون بيلوت نذكركم خاوتنا الاوريجينال، اثاث الثقه جيب لكم فقط الاوريجينال كيما راكم تشوفوا، يعني الاصلي خاوتنا في اللون الاسود هذا اللي بزاف شباب كيما راكم تشوفوا، تيسي هذا اللي بزاف 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 شباب خاوتنا، اللي راهو اونتي طاش حاجه ما شاء الله، قاعده اللي راهي بدي طرونت، لا كاركاس اللي راهي اون بواروج حاجه الله يبارك، وكيما راكم تشوفوا لي جي تي اللي راح يكونوا هديه من محل اثاث ثقه، لي بي اللي راهم اون بوا اتر. السعر تاع صالون بيلوت اللي فيه 7 بلاص كيما راكم تشوفوا، بونكات تاع 2 بلاص وبونكات تاع 3 بلاص خاوتنا، ودو فوتاي تاع 1 بلاص، راهو ب 16 مليون و800. زيدو نوري لكم هذا لو موديل تاع طابل باص كيما راكم تشوفوا، قاعدة زوجية في اللون الأسود مخدومة كامل أون بوا آتر، حاجة ما شاء الله. السعر تاعها اللي راهو
ب 34 خاوتنا 3 ملايين و 400 عفوا 3 ملايين و 200 خاوتنا. تجون تنتقلوا نشوفوا طابل صالا مونجي في الويشز حاجه الله يبارك كما شفناها، يعني شفنا موديل تاع السيشز اللي شفناه ليه خاوتنا، زيدوا نشوفوا موديل تاع الويشز كما راكم تشوفوا بقاعده زجاجيه في اللون الاسود، الكرسي تاعها اللي فيه اموتيف بزاف شباب كما راكم تشوفوا، كابيتوناج تاعها اللي راهو في المارو فونسي حاجه ما شاء الله، مخدوم كامل اون بو اتر، مام لا طابل خاوتنا راهي اون بو اتر حاجه ما شاء الله، السعر تاعها راهو ب 14 مليون و 800 مع النقل مجاني ل 58 ولايه. طابل سالامونجي اون بلون سيفو بلي، معليش نعاود نورو لكم الموديل اللي راهو متوفر في السيشاز في اللون الابيض خاوتنا كيما راكم تشوفوا، لا طابل سالامونجي هذه اللي راهي بزاف شابه حاجه ما شاء الله، بلا قاعده زجاجيه يعني من الفوق راهي بلا زجاج، راهي كامل اون بوا اتر، الكرسي تاعها اللي عنده تصميم يعني مميز بزاف، لاكر وامن لو كيما راكم تشوفوا، الكابيتوناج تاعها راهو في المارون كلير حاجه ما شاء الله. السعر تاعها خاوتنا كيما قلنا لكم 10 ملايين و 800 وراهو متوفر البايو تاعها يعني بنفس التصميم حاجه ما شاء الله. نعاودو نولو لا طابل سالامونجي في الويشاز خاوتنا اللي قلت لكم السعر تاعها 14 مليون و 800 مع النقل مجاني، يعني لا بليبار تاع لي زارتيك اللي راح نوروه لكم خاوتنا النقل راح يكون مجاني ل 58 ولايه. نجي نشوفو لو سالون ارك بلس خاوتنا، ارك بلس هذا اللي راهو معروف يعني راهو طوندونس وبزاف ناس يعني يطلبوه كيما راكم تشوفوا اللي راهو كليك لاك خاوتنا في الدو بلاس والتروا بلاس تاعو، تيسي اللي راهو بالاونتي تاش حاجه ما شاء الله، يعني راهو مزيج بين التيسي هذا والتيسي اللي راح تلقاو فيه الموتيف هذا خاوتنا، يعني لوجيتي كذلك راح تلقاو فيهم الموتيف حاجه ما شاء الله، تيسي كيما قلنا لكم اونتي تاش قاعده راهي بدي ترونت خاوتنا، ويعني ما راهوش فقط كليك لاك يعني يقول لكم ان لي راهو كوفري كذلك كيما راكم تشوفوا. لا كاركاس راهي اون بواروج خاوتنا، معناتها الهيكل الداخلي راهو اون بواروج، لي بي تاعهم اللي راهو سي طومات كيما راكم تشوفوا حاجه ما شاء الله مخدومين اون بواتر، السعر تاعو راهو ب 17800. كان كذلك طابل سالامونجي في السيشاز اوفال خاوتنا كيما راكم تشوفوا، يعني الميتراج تاعها ما راهوش كبير بزاف، يعني اللي حاب يستفاد طابل سالامونجي سيشاز وما تكونش واسعه بزاف نقترحوا له هذا لو موديل بزاف شباب، الكابيتوناج تاع القاده اللي راهو بالمارو فونسي في هذا التصميم في الكرسي تاعها حاجة ما شاء الله، السعر تاعها خاوتنا راهو ب 12 مليون و 800. نزيدو نعاودو نقول لكم عفوا خاوتنا اللي دوموندو منا لي طابل باز، نورو لكم هذا لو موديل اللي بزاف شباب كالعادة خاوتنا، كاين لي موديل اللي راح تلقاوهم يعني اون بياس، كاين اللي راح تلقاوهم تروا بياس، يعني راح تلقاو وحدة كبيرة وراح تلقاو زوج صغار. اما بالنسبه للسعر تاعها راهو 34 خاوتنا 3 ملايين و 400 راهي مخدومه كامل اون بوا اتر. نزيدو ننتقلو نشوفو لو سالون ديامون، لو سالون ديامون اللي راه متوفر في العديد من الالوان خاوتنا، هذا لو سالون فخم بزاف حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفو، لونكادرومون تاعو في لي زاكودوار راح تلقاوه كامل اون بوا اتر بلي بيناز هادوما حاجه ما شاء الله، كذلك راح تلقاو فيه التيسي هذا اللي شفناه في العديد من الصالونات، يعني التيسي اللي فيه لو موتيف لي جيتي تاعو كذلك راح تلقاو نفس لي تيسي اللي راهو اونتي طاش حاجه ما شاء الله، القاعده راهي بدي ترونت لي بي اللي راهم بالفير فورشي حاجه ما شاء الله خاوتنا اون ميتال حاجه سوليد، راح تلقاو هذا التصميم كذلك خاوتنا في لاكود ولا راهو اون بوا ادر، الهيكل الداخلي راهو اون بوا روج خاوتنا وفيه اون بلاس كيما راكم تشوفوا، يعني فيه 5 بلاس خاوتنا، فيه بونكا تاع 2 بلاس بونكا تاع 3 بلاس عفوا خاوتنا سي بلاس والفوتاي تاع الاون بلاس. اما بالنسبه للسعر تاعو خاوتنا راهو 19800 حاجه ما شاء الله، نزيدو نروحو نشوفو زوج لي موديل تاع لي طابل سالامونجي اللي بقاو لنا لهنا خاوتنا كيما راكم تشوفو حاجه ما شاء الله، فيها هذا التصميم اللي راهو سيباري بقاعده زجاجيه في اللون الاسود في الوسط عفوا خاوتنا مخدومه كامل اون بوا اتر كيما راكم تشوفو حاجه ما شاء الله، لا فينيسيون الله يبارك كيما عودتكم اثاث الثقه، الكرسي تاعها اللي راهو كابيتوناج في القاعدة خاوتنا وفي الظهر كذلك كما راكم تشوفوا في اللون الجري، هاي مخدومة كامل اون بوا اتر، السعر تاعها راهو ب 13 مليون و 800. نزيدو نروحو نشوفو موديل واحد اخر اللي بزاف شباب اللي شفناه كذلك في مدينة القليعة، سينو خاوتنا نذكركم باللي رانا بولاية البليدة، هذا لو موديل اللي راهو بزجاجة كامل من الفوق كما راكم تلاحظوا، الكرسي تاعها كذلك اللي راهو بالمارو في مارو فونسي
مخدومه كامل وبواحد التصميم تاعو حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا خاطر شوفوا لا فينيسيون اللي عودتكم عليها اثاث ثقه حاجه ما شاء الله يعني في التصميم تاعها في المارون فونسي وزيدوا راح تلقاو هذا لو في عفوا خاوتنا لو في مي خاوتنا يعني حاجه ما شاء الله القاده اللي راهي في الكلار حاجه ثاني ما شاء الله في التيسي اللي راهو اونتي طاش خاوتنا نذكركم لي تيسي اللي نفضلوا نخدموا بهم دائما راح يكونوا في الاونتي طاش السعر تاعها في السيشاز راهي ب 13 مليون و 800 نزيدو ننتقلوا خاوتنا نوري لكم بعض موديلات تاع لي غاردروب اللي راهم لهنا كاين في دو بورت اللي سعر تاعهم 8 ملايين و 800 الجهه اللي راهي فيها مرايه والجهه الاخرى خاوتنا راهي بهذا التصميم الرائع هذاك خاوتنا راهو زجاج بالفيمي كما راكم تشوفوا يعني راهي مزيج بين خشب بزان والزجاجه في الفيمي اما التقسيم الداخلي راح تلقاو من الجهه اليمنى واحد زوج ثلاثه اربعه مالو بو 5 ايطاجير خاوتنا ويرفدوا ما شاء الله كما راكم تشوفوا راه مخدومين كامل اون بوا اتر نذكركم باللي كامل لي زارتيك اللي متوفرين في محل اثاث الثقه راهم اون بوا اتر امام الجهه اليسرى خاوتنا راح تلقاو ايطاجير اسباس بور لا ترانجلو انتيروار من تحت حاجه الله يبارك السعر تاعو اللي راهو ب 8 ملايين و 800 زيدو نوري لكم موديل في التروا بورت خاوتنا اللي راهو متوفر كذلك في الدو بورت مخدوم كامل اون بو اتر في هذا التصميم كما قلنا لكم لي بزاف شباب حاجه ما شاء الله فيها زجاجه بالفيمي كذلك داخله في الديزاين تاعها التقسيم الداخلي من جهه لا دروات خاوتنا راح تلقاو واحد زوج ثلاثه اربعه مع لو با 5 ايطاجير خاوتنا لا فينيسيون من برا كما راكم تشوفوا ولا فينيسيون كذلك من الداخل راح تلقاو حاجه نقيه بزاف الله يبارك خاوتنا اما في الجهه الوسط راح تلقاو ان بورت اللي راهي كوليزونت فيها كذلك مرايا كما راكم طلعت الله يبارك ما شاء الله بارك الله بارك الله فيك الاخت بس مو في الوسط راح تلقاو ايطاجير اللي راهو واسع الله يبارك كما راكم تلاحظوا اسباس بور لا ترانجل و ايطاجير من تحت خاوتنا يا تيروار اوفرون فاسيل يعني عفوا خاوتنا برايا تركيا يعني لو لوفرتير تاعو راهي فاسيل بزاف اما بالنسبه للسعر كما قلنا لكم خاوتنا تاع دو بورت راهم 8 ملايين و 800 وتاع تروا بورت راهم ب 9 ملايين و 800 من الجهه اليسرى راح تلقاو كذلك ديزي ايطاجير يعني راح تلقاو خمسه كما راكم تشوفوا يبقى لنا هذا لو موديل لي بزاف شباب كذلك كما راكم تشوفوا التصميم تاعو لي بزاف 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 خاوتنا شباب كما راكم تلاحظوا حاجه ما شاء الله مخدوم كامل اون بوا اتر الداخل راح تلقاو واحد زوج ثلاثه اربعه مع لو با 5 ايطاجير حاجه واسعه بزاف كما راكم تلاحظوا حتلقاو مرايه في الوسط خاوتنا يعني البورت اللي راهي في الوسط راهي بمرايه حاجه ما شاء الله مخدومه اون بوا اتر السعر تاعها اللي كما قلنا لكم تاع دروا بورت راهم 9 ملايين و 800 التقسيم الداخلي راح تلقاو ايطاجير من الفوق اسباس بور لا ترانجل و دو تيروار من التحت كما قلنا لكم تاع دو بورت راهم بسعر تاع دو بورت راهم 8 ملايين و 800 وتاع دروا بورت راهم ب 9 ملايين و 800 الان خاوتنا نظن بلي درنا على كامل لي صالون ولي زارتيكل هذوما اللي راكم تشوفوا فيهم والان عاودوا نبداو ونوروا لكم لي شومبرا كوشي يعني حنوري لكم 3 بورت 4 بورت بوا روج وبوا اتر خاوتنا ابقاو معنا كيما راكم تشوفوا لا شومبر ساموراي هذا الساموراي اللي مخدومه كامل اون بوا اتر في اللون الابيض حاجه ما شاء الله وراكم شفتوا يعني ساموراي رقم 6 اللي راهي في اللون الابيض يعني عندها نفس التصميم فقط راهي اون بوا روج هذه راهي اون بوا اتر اللي رانا نروح لكم الان خاوتنا لا كوفيس تاعها اللي عندها تصميم بزاف رائع كيما راكم تشوفوا راهي مقسومه اون تروا بارتي المرايا تاعها فيها سي تيروار حاجه ما شاء الله خاوتنا اما بالنسبه للتقسيم الداخلي التقسيم الداخلي كيما راكم تشوفوا دائما راح تلقاو واحد زوج ثلاثه اربعه 5 ايطاجير خاوتنا حاجه ما شاء الله وراهي فيها كات بورت كوليسون راح تلقاو هذا التصميم يعني تاع مرايا كيما راكم تشوفوا في لابورت تاع الطراف خاوتنا يعني لا كوش ولا دروات راح تلقاو مرايا في الوسط خاوتنا التقسيم الداخلي تاعها اللي راه مميز وبزاف شباب يعني راح تلقاو دوزي طاجير من الجهه اليسرى و اسباس بور لا ترين والجهه اليمنى راح تلقاوها كامل دي طاجير فيها واحد زوج ثلاثه اربعه مع لو با 5 طاجير حاجه ما شاء الله السعر تاعها اللي راه ب 23 مليون و500
لي طاب دو نوي تاعها من لهنا خاوتنا كيما راكم تشوفوا حاجه بزاف شابه فيها ان سولتيروار وراهي انكليني حاجه ما شاء الله. تدو لي كيما راكم تشوفوا كذلك خاوتنا راهي فيها هذاك عفوا خاوتنا راهي بسمي سكاي وكذلك فيها الجواهر كيما راكم تشوفوا حاجه بومبي بالجواهر حاجه الله يبارك خاوتنا. السعر تاعها اللي راهو 23 مليون و500 مع النقد والتركيب مجاني، معناتها احنا نجيبوها لك خاوتنا وحنا اللي نديروا لك المونتاج من عندنا. زيدو ننتقلوا ونشوفوا لا شومبر روبيستا 3 خاوتنا، روبيستا 3 اللي راهي مخدومه اون باروش حاجه ما شاء الله. شوفوا التصميم خاوتنا، التصميم اللي بزاف شباب يعني فيها 3 بورت كولي سون خاوتنا، ويعني الباب اللي راهو على اليسار وعلى اليمين راهم متشابهين في التصميم خاوتنا، يعني راح تلقاو من الفوق الزجاجة في الميمي في اللون الاسود وكذلك من تحت حاجه ما شاء الله، وفي الوسط راح تلقاو مرايه كيما راكم تلاحظوا. التقسيم الداخلي راح يكون من الجهه اليسرى 5 ايطاجر كيما قلنا لكم، حاجه واسعه بزاف الله يبارك. شوفوا خاوتنا اما في الوسط راح تلقاو اسباس بور لاترين اللي راهو واسع حاجه ما شاء الله، تيروار من تحت خاوتنا هاي مخدومه اون باروج. السعر تاعها اللي راهو ب 14 مليون و800 لي طاب دو نوي تاعها اللي راهم انكليني كذلك كيما راكم تشوفوا، فيها دو تيروار و لا تيب دو لي و لو بتي دوسي راح تلقى فيه بالسيمي سكاي حاجه ما شاء الله. السعر تاعها كيما قلنا لكم 14 مليون و800 مع النقل والتركيب مجاني ل 58 ولايه. نزيدو نروحو نشوفو موديل في البواروج في اللون الابيض، يعني فيها تروا بورت كوليسونت حاجه ما شاء الله. خاوتنا هذو راهم يشعلوا كامل بلاد، يعني هنا راح تشعل بلاد، هنا كذلك راح تشعل بلاد، وهنا كذلك خاوتنا هذه راهي كامل تشعل بلاد، يعني مام في لي طاب دو نوي كيما راكم تشوفوا راهي شاعله بلاد حاجه ما شاء الله. السعر تاعها اللي راهو ب 16 مليون و800 مع النقل والتركيب مجاني ل 58 ولايه. زيدوا راح نشوفوا موديل في اللون الاسود، موديل اللي راهو تحت اسم ساموراي خاوتنا حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا، هاي مخدومه كامل اون بواتر في اللون الاسود كيما راكم تلاحظوا، يعني قليل وين نلقاو شومبرا كوشي في اللون الاسود اون بواتر حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا فيها. دو تيروار من الفوق دو زيسباس بور لا ترانك بور لو ترانك عفوا خاوتنا حاجه ما شاء الله. السعر تاعها اللي راهو ب 21 مليون و500. زيدو راح نشوفوا موديل واحد اخر في البواروج حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا، يعني هذه تابعه لا سيري روبيستا خاوتنا اللي شفناها من هي، هذه تابعه لا سيري تاعها، يعني هذه راهي روبيستا رقم 2 حاجه ما شاء الله مخدومه اون بوا اتر فيها ان سبوت كيما راكم تشوفوا من الفوق مرايه في الوسط حاجه ما شاء الله. التصميم اللي شفناه يعني في روبيستا 3 خاوتنا حتلقاوه كذلك هذا الروبيستا لي طاب دو نوي تاعها فيهم دي تيروار حاجه ما شاء الله، تادو لي اللي فيه بزومي سكاي حاجه ما شاء الله في لون المارو اللي راهو فونسي. السعر تاعها راهو ب 18 مليون و800. ونعاود نذكركم النقل والتركيب راهو مجاني ل 58 ولايه، هذه هي لاكوافيز تاعها خاطرنا فيها تروا تيروار الله يبارك لي راهم كبار. زيدو ننتقلوا نشوفوا غرفه نوم الغزاله خاوتنا، يعني راهي في اللون الابيض اون بوا اتر كيما راكم تشوفوا لي طاب دو نوي اللي راهم مرفودين في غازال حاجه ما شاء الله. الكاردروب اللي فيها تروا بورت اوفرونت كوليسونت عفوا خاوتنا، وفيها تروا تيروار اللي راهم كبار من تحت كيما راكم تشوفوا، لي بي تاعها اللي راهم ثاني غازال يعني مرفود على الارض حاجه ما شاء الله خاوتنا. وهذه هي لاكوافيز تاعها كيما راكم تشوفوا، ويجي معاها بوف هدية من محل اثاث ثقة اللي راهو كذلك بلي بي غازيل مخدومين لي بي تاعها عفوا خاوتنا مخدومين اون بوا اد. السعر تاعها اللي راهو ب 23 مليون و800. زيدو ننتقلوا ونشوفوا غرفة نوم روزا بلانكا، روزا بلانكا هذه خاوتنا اللي مخدومة اون باروش حاجة ما شاء الله، يعني التصميم تاعها بزاف فخم، يعني اللي حب حاجة رويال نقترحوا عليه هذ غرفة نوم اللي راهي في اللون الابيض اون بوا روج لي فيها لاكوافيز تاعها كيما راكم تشوفوا دو بورت اوفرونت و ان تيروار كيما راكم تلاحظوا فيها، دائما راح تلقاو هاد لي سكولتاج ان بي بارتو في لا شومبر تاعكم. الكاردروب لي راهي فيها تروا بورت اوفرونت كوليسون تاعفو خاوتنا راح تلقاو فيها كذلك ان سكولتاج لي بزاف شباب في الابواب ومام في لونكادرومون تاعها خاوتنا. تدو لي راهي في اللون
بوادر اوس حاجه ما شاء الله فيها نفس السكيل طاج اللي راح تلقاوه في الدنيا من فوق، لي طاب دينوي راح تلقاوه كذلك لي سكيل طاج بزاف شباب كما قلنا لكم حاجه رويال ما شاء الله مخدومه ومباروش فيها انسل تيروار السعر تاعها اللي راهو ب 16 مليون و 8. نزيدو ننتقلو نوري لكم غرفتنا ومبيض، هذه خاوتنا اللي كانت متوفره في اللون الابيض الان راهي متوفره في اللون المارون، يعني متوفره في لونين حاجه ما شاء الله كما راكم تشوفوا في هذا الموتيف تاع على جالها اللي سميناها بيلد حاجه ما شاء الله كما راكم تشوفوا. لي بواني تاعها لي بزاف سوليد وعصريين كما راكم تشوفوا، مخدومه كامل اون بوا اتر لي طاب دينوي فيهم دو تيروار كما راكم تشوفوا، ولو غرون دوسي كما راكم تلاحظوا فيه نفس التصميم تاع لا غاردروب، يعني راح نقاوه في الابواب كابيتوناج في الكري حاجه ما شاء الله بالجواهر هذوك اللي شفتوهم. السعر تاعها خاوتنا راهو ب 23 مليون و800 مع النقل مجاني والتركيب مجاني كذلك ل 58 ولايه. لاكوافيس تاعها كيما راكم تشوفوا فيها طروا تيروار، يعني ترفد يعني فيها طروا تيروار حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا، برايه تركيه اوفرتور فاسيل وفيها دو بورت وفرونت من تحت كيما راكم تشوفوا. عاودوا لكم السعر تاعها خاوتنا راهو 23 مليون و800. نزيدو ننتقلوا نوروا لكم غرفه نوم لابيير خاوتنا. لاكوافيس تاعها اللي راهي يعني دي سيباري كيما راكم تشوفوا، هذا راهو وحده خاوتنا، يعني مين تحب تحطوه تقدروا تحطوه، اللي ما يحبش يحطهم يعني هذا ستيل باش يعني تكون له كوافز ال، يعني يقدر يديروا سيباري انكليني من الجهه لاغوش ولا لادروات كيما يحب خاوتنا، اما بالنسبه لاكوافيس يعني هذه الجهه راهي فيها طرواتي روار حاجه ما شاء الله، والجهه تاع ال خاوتنا راح تلقاوها كامل مرايا حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا واسعه، وفيها انسول تيروار من تحت مخدومه كامل. اون بو اتر راح تلقاو هذا التصميم تاع لي بيير ان بو بارتي وفلا شومبر تاعكم كيما راكم تشوفوا في لاكاردروب، كذلك في لي طاب دونوي اللي فيهم ان سول تيروار حاجه ما شاء الله، مام في التاب دو لي خاوتنا في الوسط اللي راح يديفيزي لو كابيتوناج تاعكم راح تلقاو كذلك نفس الموتيف حاجه ما شاء الله. السعر تاعها اللي راهو ب 21 مليون و500 خاوتنا مع النقل مجاني ل 58 ولايه كيما قلنا لكم. زيدوا تفضلوا نوري لكم غرفه نوم الفانوس. حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا، هذه راهي من صنع محلات اثاث ثقه. لاكوافيس تاعها كيما راكم تشوفوا فيها طروا ميروا سيباري راهم في ستيل اوفال حاجه ما شاء الله، مخدومه كامل اون بواروج فيها دو تيروار من فوق. لاكوافيس تاعكم خاوتنا يعني دو تيروار اللي راهم صغار كفر ماكياج كيما نقولوا احنا خاوتنا، راهي مرفوده على الارض دي بي غازيل كيما راكم تلاحظوا، فيها كات تيروار اوفرون كوليسونت حاجه ما شاء الله، برايه تركيه اوفرتور فاسيل بزاف خاوتنا كيما راكم تشوفوا. وكما قلنا لكم حاجه يعني المميزه في هذا الغرفه اللي راهي مرفوده على الارض كما راكم تشوفوا، فيها تروا بورت وكوليسون حاجه ما شاء الله. السعر تاعها اللي راهو 16 مليون و800 مع النقل مجاني والتركيب مجاني كذلك 58 ولايه. اللي طاب دنوي كذلك رامبي غازيل مرفودين على الارض فيهم ان سول تيروار والتدولي ولو بتي دوسي راهم حاجه فخمه بزاف كما راكم تشوفوا، يعني اللي حاب يشوفها مونديا يعني كيفاه تكون مونديا يتصل بنا في الخاص ونبعثوا له الصور تاعها كيفاه تكون مونديا. زيدوا ننتقلوا نوري لكم ثاني غرفه نوم اللي راهي من تصميم محلاتكم اثاث الثقه، يعني غرفه نوم الفانوس حاجه ما شاء الله، فيها تروا بورت كوليسون فلاطا بدنوي تاعها خاوتنا راح تلقاو التصميم هذاك، يعني مرايه تقدروا تقولوا مرايه بالبرونز حاجه ما شاء الله، التدولي تاعها اللي راهي رويال بزاف كيما راكم تشوفوا. السعر تاعها كذلك راهو ب 18 مليون و800. نزيدو ننتقلوا ونشوفوا اخر غرفه نوم اللي راهي متوفره هنا في محلكم تاع البليده، غرفه نوم مايا خاوتنا، غرفه نوم مايا اللي بزاف شابه راهي مخدومه اون بواط. شوفوا لافينيسيون خاوتنا، لافينيسيون من برا ومام من الداخل حاجه ما شاء الله، حاجه نقيه. فيها دو سبوت اللي راهم مسير جوهره كيما راكم تشوفوا. لا طاب دنوي تاعها اللي راهي سامبل بان سول تيروار، لو غروند دوسي راح تلقاوه في كابيتوناج ستيل كيما راكم تشوفوا حاجه ما شاء الله. عاود نذكركم اللي دائما نخدمو ستوندار، يعني فيه متر 90 على متر 60. نوريكم لاكوافيس تاعها خاوتنا، يعني حاجه الله يبارك. اما بالنسبه للسعر كيما قلنا لكم هي مخدومه اون بوا اتر، اون بوا اتر عفوا، تروا بورت اوفرو كوليسونت ب 18 مليون و800 مع النقل والتركيب مجاني ل 58 ولايه.
سنو خاوتنا بارك الله فيكم، ان شاء الله الجوله هذه اللي درناها لكم في محلكم اثر الثقه بالبلاد. يعني احنا رانا في ولايه البليده الان خاوتنا، هذا المحل يعني الفرع الوحيد اللي متواجد بولايه البليده خاوتنا ريزابانا، رانا اون فاس البوست بوليس كما راكم تشوفوا. ومن الجهه الدروات راح تلقاو لا كلينيك ساره خاوتنا، راح تلقاو محلكم دائما مفتوح وفي خدمتكم، يعني سواء في البليده سواء في الغليعه نفس المعامله خاوتنا، نفس السرعه نفس الجوده خاوتنا ونفس الخدمات. ان شاء الله هذا الجوله تكون نالت اعجابكم. نعاودوا نخرجوا برا خاوتنا هكا باش اللي حبوا يعني يتقربوا للمحل هذا راح يعرفوا اكزاكتومون وين راح يكون المحل. نزيد نوريكم كالكو موديل يعني اللي وصلونا الان فقط تاع لي طابل كويزين خاوتنا. هاد لو موديل في كاتشيز اللي وريناه لكم حاجه ما شاء الله في المارو فرونسي. لي سير تاعو كيما قلنا لكم تاع الكاتشيز راهم دائما 5 ملايين و800، وتاع السيشاز راهم 6 ملايين و800. هذا هو لو موديل اللي دخلنا جديد حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. كابيتوناج تاعو اللي راهو في الكلار حاجه الله يبارك. كاين ثاني هاد لو موديل في كاتشيز اللي راهو بزاف عصري وانيق كيما راكم تلاحظوا في اللون المارو. مام الكابيتوناج تاع القاعده تاعو رهيب بالمارون فونسي حاجه ما شاء الله. كيما قلنا لكم تاع الكاتشيز راهم 5 ملايين و800، وتاع السيشيز راهم 6 ملايين و800. شنو كيما قلنا لكم خاوتنا راح تلقاونا بمدينه البليده فريزابانا خاوتنا كيما راكم تشوفوا. راح تلقاو اثاث الثقه امام لا كلينيك ساره كيما راكم تلاحظوا. لا كلينيك ساره راح تلقاوها من جهه اليسار، ومحلكم اثاث الثقه في البليده راح تلقاوه لهنا خاوتنا. سينو مرحبا بكم خاوتنا، وما تنساوش دائما دائما وصوكم كونوا قب بقوه في اللايف الليلي. اللايف الليلي راح يكون فيه دائما تخفيضات، وراح نزيدو نقول لكم على بعض الاشياء اللي تخص المسابقه. والمسابقه خاوتنا على بالي رانا نضلو نقول لكم عليها ومازال ما لونسيناهاش، رانا معها خاوتنا شغل مليح يطول، رانا معها رانا ندرسوا فيها يعني خطوه بخطوه، يعني الجوائز واش راح يكونوا، كيف راح نديروا التنظيم تاعها، واش من الفيديو راح نطلقوه، واش من نهار اللي راح نديروه كذلك. سنو احنا نوعدوكم خاوتنا اذا ما طلقناهش اليوم عشيه باذن الله تعالى بدايه الاسبوع القادم راح ندير لكم فيديو مخصص نشرح لكم وشنو هي المسابقه وشنو هما الهدايا، كيف تقدروا تشاركوا، كيف تقدروا تربحوا. سنو بارك الله فيكم خاوتنا، كونوا بقوه في اللايف الليلي. وبعد الكلام خاوتنا سلام.